مرحبا بكم في المحاضره الرابعه لا اصدق وصلنا النصف عنوان هذه المحاضره الحقيقه الملغاه في نهايه المحاضره السابقه تحدثت عن العالم وما اريد ان اؤكد عليه لكم الا نرجع الى ما كانت الكنيسه تتبعه منذ سنوات وهو الحرفيه نتحدث عن العلاقه 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 هذا هو ما نبتغيه أنا كزوج أفضل شخص أقضي معه وقتي هو زوجتي، ولكن أتعلمون أمرا أحيانا أفعل أمورا تضايقها، ولدي أصدقاء في هذه الحياة أذهب إليهم ليساعدونا على ضبط علاقتنا، لأن أفضل شخص أقضي معه وقتي هو ليزا بيفير، ولا أريد أن أفعل ما لا تحبه، أريد أن أقوي علاقتنا، لهذا أنت هنا، لهذا أنت تشاهد هذا الفيديو. لأنك تريد أن تقوي علاقتك بالله، لكن هناك من يتنافس مبتغيا علاقة معك، أتحدث هنا عن العالم، تحدثت مع القس دينيس أمس حضر مباراة وحين دخل لاعب إلى الملعب، قال القس دينيس إن كل النساء الجذابات كن يلقين بأنفسهن على ذلك اللاعب، فقال دينيس لصديقه: زواج هذا اللاعب لن يستمر. وبالفعل بعد عام طلق، لماذا؟ النساء تتنافس عليه، هذا ما يريد أن يفعله العالم في علاقتنا بالله، إن العالم يسعى للحصول عليك، يلقي بنفسه عليك ليبعدك عن الله، لأن العالم لا يريد أن تكون لك علاقة مع الله، اسمع ما يقوله يعقوب، يتحدث إلى المؤمنين. وليس الخطاة لأنه خمسة عشر مرة يقول يا إخوتي بمعنى أتحدث إلى المؤمنين يقول أيها الزنات والزواني أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله هذا قوي هذه لغة قوية يقول الله لا أريد زنا في علاقتنا، أريدكم لي فقط. صداقة فيليا باليونانية أي صديق أو مصادقة، تحمل فكرة أن تحب وأن تحب أيضا وذكرناها من قبل. الموسوعة العالمية الجديدة لكلمات الإنجيل تقول فيليا تستخدم بالمعنى الواسع للمعرفة كما تستخدم بالمعنى الحميمي للرابطة العاطفية الشخصية العميقة. الكلمة في صلبها تسري على طيف واسع من الصداقه بدءا بالمعرفه وصولا الى اعمق درجات من الحب والصداقه تلك هي كلمه فيليا التي يستخدمها يعقوب دعوني اقول ان خيانه الله لا تختلف عن السيناريو التقليدي لخيانه الزوج لزوجته كيف يبدا الامر عاده ليس بعلاقه جنسيه عادة ما يبدأ هذا بسبب عدم الشبع في علاقته بزوجته. يقابل سيدة صدفة ويتعارفا، والسيدة يتراسلان ويتحدثان، وتستمر شرارة التعارف في الزيادة بالحديث. ثم يتبادلان أرقام الهواتف ويحددان لقاءً، يلتقيان، وفجأة يبدأ يفكر فيها باستمرار. ليتني استطيع ان اكون معها حتى بجانب زوجته ثم في النهايه يحددان موعد لقاء في مكان لا يعرفه احد وعاده في ذلك اللقاء يعبران عن مشاعرهما وتكون مساله وقت لينتهي الامر بممارسه الجنس اذن السؤال الان هو اين بدا الزنا هل بدا حين كان في السرير عريانين أم حين تبادل أرقام الهواتف؟ سأقول لكم متى بدأ في مرحلة التعارف مع المشاعر غير اللائقة مع ابتغاء أمر خاطئ مع الفكر الخاطئ قال يسوع لا تظنوا أنكم تحفظون عفتكم بعدم ممارسة الجنس قلوبكم يمكن أن تفسدها الشهوة أسرع من أجسادكم لماذا القلب فيه ما نحياه والافعال الخارجيه تتبع القلب بدا الزنا عندما مالت المشاعر ناحيه المراه وهذا العالم سيغوينا لنترك حبنا الاول بنفس الطريقه يبدا باثاره اهتمامنا يمكن ان يستخدم المزاح او المتعه او الراحه او الاثاره او التامر او النجاح او اي شيء جذاب وينتج هذا عاده من عدم الشبع في علاقتنا مع الله العظات ممله وجافه فقدنا حماسنا في علاقتنا بالله خلواتنا فاتره جدا وجافه نحتاج صداقه فننجذب للغريب يحاول بولس ان يحمينا من الدخول في أي نوع من علاقات الزنا مع العالم بقوله: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا، كلس ثلاثة واحد واثنين، فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما هو فوق لا بما على الأرض. لاحظوا هنا كلمتان مهمتان. كلمة اهتموا وكلمة اطلبوا ما نطلبه هو الأمر الذي تهتم به عواطفنا أتتابعون يقول بولس في روميا فإن الذين هم حسب الجسد تذكروا حين تسمعون كلمة جسد أو عالم فكروا في الأنانية العالم يحول انتباهك إلى نفسك فتحمي نفسك وتحب نفسك وتهتم بنفسك يقول: فإن الذين هم حسب الجسد يهتمون، قولوا يهتمون، فبما للجسد يهتمون، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح؟ لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام، لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله. الكلمة المفتاحية هي يهتمون، وهنا فكروا في كلمة يهتمون. لنقل إننا في الشتاء والبرد قارس في الخارج لنقل مثلا عشر درجات وشخص كان مستعجلا فخرج من البيت وبدون قصد لم يغلق الباب جيدا وبالطبع فتح الهواء الباب أنت بعيد عن الباب وفجأة يبرد الجو بعيدا عن الباب لماذا؟ جو البيت كله تغير لكن أتعلم لديك ثيرموستات وهذا الثيرموستات مضبوط على سبعين درجه حين تنزل درجه الحراره الثيرموستات يعطي تنبيها للمدفاه لتعيد درجه الحراره الى ما كانت مضبوطه عليه وهكذا ما تهتم به يضبط ذهنك عليه لذا يمكننا ان نضبط اذهاننا فكر في الله فكر في الكتاب ففجأة ترجع إلى حيث ضبطت، إلى وضعها الطبيعي. أتتابعونني؟ سأحكي اختباري لتفهموني. كنت طالبا في الجامعة، وزميلي في فريق الاسكواش شارك بما سمعه في مؤتمر، فأحببت يسوع. حصلت على الخلاص ورغبت في المزيد. كنت في بيت الطلبة، وكنت أحكي لزملائي عن يسوع، وأتحدث عنه في الحفلات. فهددني زملائي في السكن بمقاطعتي وقال للمدير لماذا لا تكونوا كباقي المسيحيين لماذا تعظ في الحفلات التي نقيمها في بيت الطلبه لذلك لم يكونوا راضين عني لكن كنا ثمانين شخصا في البيت وخلال سنتين خلص عشرون منهم ومن خلصوا احبوني ولم يسمحوا للباقين بمقاطعتي فلم يطردوني ولكني لم اكتفي بذلك كان الطلبه في الجامعه يحصلون على تذاكر للمباريات وطوال عام الاول لم اذهب الى مباراه واحده ساقول السبب ليس لان الله لا يحب الكره بل لانني لم اكتفي ورايت ان البيت يكون هادئا عندما يكونون في المباراه فيمكنني ان اصلي واقرا الكتاب واعرف يسوع انا لست ضد المباريات حضرت مباريات ولكني كنت فقط اريد ان اكون معه اتتابعونني ثم تخرجت في الجامعه وانتقلت الى تكساس وعملت في روكويل انترناشونال ولم يحبوني هناك ايضا تتحدث كثيرا عن يسوع و و ولكن لم يعاملوني كبيت الطلبه بل افضل قليلا وبعد سنتين كنت عضوا في كنيسه كبيره من أشهر الكنائس في أمريكا وقال لي الراعي وزوجته نريدك أن تكون المساعد التنفيذي فقلت يا إلهي حقا فدخلت الإدارة وكانوا حوالي 450 موظفا وأذكر أني شعرت بأن هذا رائع لن أضطهد مجددا سأعمل مع أحباء يسوع وما حدث أني كنت أعيش في دالاس بتكساس وأنا من ميشيغان فلم أعرف فريق كاوبويز. حسناً، أعرف أنكم تحبونه هنا. كان الجميع يتحدثون عن كاوبويز. فقلت: سأشاهد بعض المباريات لكي أشارك في الحديث. فبدأت أشاهد المباريات، واستحوذت علي. حسناً، بدأت أتحدث معهم، وأتابع، وتحسن مستواي في الحديث. وفي السنة التالية، أصبحت معجباً نهماً، لا أفوت مباراة. بعد الاجتماع نرجع البيت بسرعه يطير الجاكيت وربطه العنق الى كاوبويز و... حبيبتي لا تفكري ان تطلبي مني شيئا اثناء المباراه لاني الان معجب كبير نحن لم نكن ناكل حتى اثناء المباراه ناكل بعد مباراه كاوبويز كنت اصنع الاحصائيات وادرسها واصبحت انا من يقود الحديث في المكتب، أنا من يقول هل رأيتم كذا؟ وأتحدث عما فعله فلان وفلان في ذلك الوقت، وحين لم يكن هناك مباريات، كنت أراقبهم أكثر متشوقا للموسم القادم، ثم جاء الموسم التالي، وأصبحت أكثر نهما، وكنا في نهاية الموسم، وكاوبويز يلعبون مباراة مصيرية، الفائز سيصعد للنهائيات، والخاسر لن يصعد. فكنت هناك ولم أكن جالساً بل واقفاً كنت أذهب وأجيء وأصرخ في التلفاز باقي ثمان دقائق وكاوبويز خسرون ولكن داني وايت وفريقه أمسكوا الكرة ويمررونها في الملعب فقلت سأكسب المباراة في آخر أربع دقائق وفجأة قال الروح القدس لي صلي تفهمون قصدي إلحاح صلي هناك خطأ وأذكر أني صرخت ليزا ليست هنا لتسمعني صرخت يا رب باقي ثماني دقائق فقط ثماني دقائق فقط قلت سأصلي سأصلي بعد المباراة واستمر الإلحاح بداخلي وقلت حسنا حسنا سأصلي خمس ساعات بعد المباراة فقط دعني أشاهد نهاية هذه المباراة كنت متحمسا والإلحاح استمر بقيت دقيقتان فقط وكانوا يمررون الكرة وقلت يا رب سأصلي باقي اليوم حتى المساء ان أردت فقط دعني أربع دقائق فقط. واستمر الإلحاح وكاوبويز كسبوا. كنت متحمسا أغلقت التلفاز وسعدت بكل التزام لأصلي خمس ساعات وركعت على ركبي نزلت على وجهي وزال الإلحاح تماما تماما حاولت جاهدا أن أصلي لا شيء استمريت أحاول لا شيء زال الإلحاح ألقيت وجهي على الأرض وقلت يا رب إن سئلت من الأهم عندك يسوع أم كاوبويز لأجبت يسوع ربي ولكني أثبتت من الأهم طلبتني وأنا اخترت كاوبويز تعرفون ماذا قال؟ قال لا أريد الخمس ساعات، أريد طاعتك. هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيفير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانا. اختر لغتك. اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموعة برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زر cloudlibrary.org دعوني أقرأ هذا يعقوب أصحاح أربعة أيها الزناة الآية كلها اسمعوا جيداً اما تعلمون ان محبه العالم عداوه لله من اراد ان يصادق العالم فقد صار عدوا لله ام تظنون ان الكتاب يقول باطلا الروح الذي حل فينا يشتاق الى الحسد اقتربوا الى الله فيقترب اليكم كله عن العلاقه نقوا ايديكم ايها الخطاه وطهروا قلوبكم لان ولاءكم منقسم بين الله والعالم هذا زنا هكذا يقول الله لا اريد علاقه زنا اريد علاقه حساسه كان ولائي منقسما الولاء يعرف من قراراتنا وليس من كلامنا كنت ساقول بالتاكيد يسوع هو اهم شخص او شيء في حياتي ولكن اختياري اثبت العكس الافعال مستوى اعلى في التواصل يثار السؤال هنا هل تشاهد الكره نعم اشاهد اشاهد الكره ولكن لم يعد لها نفس التاثير علي بصراحه من الصعب ان اشاهد مباراه كامله لا تلفت انتباهي لانها لم تعد تتملكني انها لا تسحب ولائي من على مركز اهتمام قلبي مشاعري مضبوطه عندما كان كاوبويز في غير محله في فراغي كانت مشاعري تذهب الى اهتمامها المباريات والان اهتم بشيء اخر اهتمامي هو عمل الله كان هناك اشياء اخرى في حياتي تحل محل مشاعري تجاه الله الجلف احدها الطعام احدها الطعام حسنا اعمال الخدمه كانت أكبر سيد وكانت الأصعب في اكتشافها، لم أفرق بينها وبين علاقتي بالله. يسوع يقول: تركتم محبتكم الأولى، ارجعوا إلى الأعمال الأولى، أنا عارف أعمالك، لا زالوا يخدمون، لكن أعمالكم الأولى كانت بدافع الحب، بمشاعر نحوي، بأحاسيس ناحيتي، الآن تعملون؟ لبناء خدمه ناجحه او لكي تفعلوا الصواب الله يهتم بالعلاقه معه لنصل الى كلمه من خمس حروف اليوم القداسه حسنا قولوا قداسه ويصرخ الناس لا لا تطالبني بالحرفيه هذا مؤسف جدا لان لدينا خدام قساه الروح يتعبون الناس بالحرفيه التي ذكرتها من قبل، بمجرد ذكرها، رأيت رعاة بالفعل تربوا على الحرفيه، يقولون لا تفعل هذا، لا تفعل ذاك، لا تفعل هذا، بمجرد ذكر الكلمه يرتعبون، فأقول يا الهي تربيت كاثوليكيا ولم أواجه هذه الحرفيه، ما أعرفه هو أني أريد علاقة وثيقة، إن كان الله قد قال لي.. إن القداسة بدونها لن يرى أحد من الرب ماذا إذن؟ سوف انتبه عبرانيين 12 اتبعوا القداسة اسمعوا كلمه اتبعوا لا يقولوا هيا حاولوا ان تتقدسوا يقولوا اتبعوها لانه بدون القداسة لن يرى احد الرب انتظروا كل الناس سيرون الرب كل شخص سينظر إليه في الدينونة خاطئ أو قديس ماذا يقصد بلن يرى أحد الرب؟ نفتقد فهم الأمر نقرأ ولا نربط الأمر هكذا اسمعوا يسوع في يوحنا أربعة عشر تسعة عشر يقول بعد قليل لن يراني العالم أيضا وأما أنتم فترونني اني انا حي فانتم ستحيون هناك حقيقتان واضحتان يتحدث عنهما يسوع رقم واحد جانب حقيقي للمسيحيه هو رؤيته حسنا انا في الخمسينيات اعرف اني ابدو في الثلاثينات في هذه الخمسين عاما حكمني عشره رؤساء للولايات المتحده انهم قادتي انا تحت ولايتهم كمواطن امريكي هم قادتي لكن لم ارى ولا واحدا لم ادخل محضر ولا رئيس هناك مواطنون اخرون يعملون مع رئيس امريكا ربما يوميا انهم يعرفونه لا اعرف الرئيس اعرف عنه هل تعلمون كم مسيحي يخضع لقياده يسوع يدعونه ربا لكنهم لم يرونه ولم يدخلوا محضره لانهم لا يتبعون القداسه هذا هو سؤالي لماذا نتجنبها ان لم يكن ممكنا ان تدخل محضر يسوع بدونها لماذا تتجاهلها يجب ان نفكر واحد جانب حقيقي للمسيحية هو رؤيته اثنان نقدر أن نراه بطريقة تختلف عن العالم. هذان الأمران يقولهما يسوع. يمكن أن نعرفه في محضره فقط هذا هو الأمر كله لماذا تريد أن ترى يسوع؟ يقول الكتاب بينما نراه في كورنثوس الثانية ثلاثة نتغير لنصبح صورة منه. من مجد إلى مجد فكروا معي بينما نراه نصبح شبهه يقول الناس علمني كيف أعيش كيسوع آسف حين أعلن الكلمة يتضح يسوع أمامك فتتغير وتقول كيف حدث هذا أنا لم أدرس الأمر بعقلي ولا حاولت أن أتصرف مثل يسوع. نعم هناك تجديد للذهن ولكن هناك أمر يحدث في محضره يغيرك. عندما أعظ عندما يعظ أي خادم نحن لا نقدم رسالة وحسب نقدم لك شخصه. الكلمة المتجسد عاش بيننا. انه كلمه الله الحي لذا بينما نراه نتغير من مستوى عظمه الى اخر الى صورته ما معنى هذا ان لم اكن اتبع القداسه اذا انا لا اراه وبالتالي انا لن اتغير التغيير عمليه مهمه جدا في المسيحيه هل سبق وقابلت مسيحيا حياته لا تختلف عن العالم هذا مسيحي لا يتغير لا يرى يسوع يقول بولس الايام الاخيره ستكون مضطربه ستكون مضطربه جدا ليس بسبب الاضطهاد يقول السبب لانه سيكون هناك محبون لانفسهم محبون للمال غير طائعين لوالديهم دنسون لا يغفرون اي مثل العالم سيكونوا ذوي شكل مسيحي وسينكرون قوته. سيتعلمون لكنهم لن يتغيروا. هذه معركة الأيام الأخيرة. أنتم معي هذا ثقيل لكن حقيقي. أمين. سيحضرون الكنائس سيحضرون المؤتمرات وليالي الصلاة ودرس الكتاب والمجموعات لكن الشخصية والسلوك لن يتغيرا تيموثاوس الثانية يتعلمن في كل حين ولا يستطعن أن يقبلن إلى معرفة الحق المحصلة قولوا المحصلة من يسير في القداسة هو من سيراه من سيدخل محضره يؤكد يسوع هذا اسمعوا جيدا بعد قليل لا يراني العالم ايضا واما انتم فترونني اني انا حي فانتم ستحيون الذي عنده اسمعوا الذي عنده وصاياي ويحفظها هذه كلمات يسوع الذي عنده وصاياي قل وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني والذي يحبني انا احبه واظهر له ذاتي كلمه اظهر هذه تعني اوضح او اظهر للعين او العقل ابين بوضوح الكلمه اليونانيه تعني يجعله جليا او يعرض قاموس دراسه الكلمه الكامل يقول للشخص تعني يجعل نفسه معروفا بشكل حميمي ومفهوما ويقول يسوع هنا ان فقط الذين يحفظون وصاياه سيعرفونه بحميميه لان محضره مسموح لهم هم فقط لان يظهر تعني يظهر حضوره فيكون حقيقيا هذا امر اوضحه الله لي اثناء كتابتي لهذا الكتاب ولم افهم الامر كما فهمته الان فحضور الله ليس لكل مسيحي بل انه فقط للذين يحفظون وصاياه ويتبعون القداسه ليكونوا له بالكامل لهذا يوجد اناس في الكنائس يسمعون نفس التعليم احدهم يصبح اكثر شبها بيسوع والاخر يظل كما هو يشبه العالم لديكم نفس الراعي ونفس التعليم واحد يراه لماذا يراه يتبع القداسه لان طاعته اهم من اي شيء العلاقه معه اهم من اي شيء حفظ كلامه اهم من اي شيء والشخص الاخر يجب ان تقنعه ليطيع يسوع حسنا اقنعني لماذا ادفع العشور لا تكن شخصا يجب ان يقنعوه ليطيع الله بل كن شخصا بدافع حب يريد ان يطيعه قال يسوع: حين تقع في حبي، عندها ستطيعني. عندما كنت أواعد ليزا، وقعت بشدة في حبها. وكنت أقضي ساعات معها. ثم أذهب فتتصل بي وتقول: لقد نسيت جاكيتك هنا. فأقول: سأرجع لأخذه. وأقضي خمس ساعات معها. أقصد سأفعل أي شيء، إذا اتصلت في نصف الليل وقالت أريد آيس كريم، سأقول الشيكولاتة أم فانيليا، سآتي، لم أفعل هذا لأثبت حبي، بل لأني أحبها، ثم تزوجنا، أتضحكون لأني قلت تزوجنا؟ والآن لا أقول الشيكولاتة أم فانيليا، بل أقول حسنا، أنا الآن لا أسعى بشغف لافعل اي شيء بل افعل الامر من باب الواجب حسنا ساحضره انظر الرجل بهذا جاهز للزنا لو علاقتك بيسوع هكذا سوف تزني ليس على المستوى الفردي فقط بل الجماعي ايضا لان ما فعلناه هو استعادة الحضور بالأجواء سأقرأ فقط لأوصل الأمر لكم بالكامل من أفضل الخطوات التي خطوناها ككنيسة مؤخرا تحسين الأجواء منذ فترة كنت تدخل الكنيسة تجد مباني سيئة وديكورا قديم وخدمات مملة جدا الموسيقى كانت سيئه ومنفره اللغه كانت غريبه الرساله كانت غير موجهه للضالين الملابس لا تناسب الموضه والشركه قليله وبالقياده الجيده غيرنا من هذا الوضع الموسيقى الان جميله وتصاميم المباني تجذب الناس مثل هذا الجناح الرائع الذي تبنونه مكنا الخدمه وزينا المنابر واماكن الاطفال وقاعات الشباب والصلاة بطرق متقدمة صنعنا أجواء عظيمة هل توقفنا هنا؟ هذا هدفنا؟ الأجواء مطلوبة لتهيئ مدخلا لما هو مهم حضور الله الأجواء يصنعها البشر هوليوود ولاس فيجاس وديزني وبرودوي وغيرها هم بارعون في إثارة مشاعرنا هل نفعل مثلهم؟ هل اكتفينا باثاره مشاعر الناس الذين يحضرون اجتماعاتنا هل حضور الله يملا منابرنا ام اننا نفعل ما نعرف ان نفعله لكن في حيز مسيحي اليكم الحقيقه نحتاج حضور الله لنتغير عندما كانت الاجواء سيئه رايت حضور الله وتغيرت وسؤالي اليوم ليس لماذا نهتم بالأجواء بل لماذا لا نحصل على الاثنين لماذا لا نحصل على الأجواء والحضور إذا القداسة باليونانية هاجيوس حسنا اتش اي جي او واحد معانيها هو ان تتخصص لله لتكون بالكامل وبالكليه له تزوجت ليزا فاصبحت بالكامل لي واصبحت بالكامل لها اتعلمون قبل ان اتزوج ليزا كنت احب موسيقى الجاز والاثاث الغامق وصوص سلطه معين وكنت احب الجبن الازرق وغيرها الكثير لكن ليزا كانت تكره هذه الاشياء فماذا فعلت امتنعت عن هذه الامور وبدات ابحث عن امور تحبها وبدات اعود نفسي عليها حسنا، لماذا هذا؟ لأني أريد أرضية مشتركة مع زوجتي. أريد أن نستمتع ببعضنا. أتتابعونني؟ الأكثر من ذلك، ابتعدت عن العلاقات غير اللائقة. تحدثت عن موضوع كاوبويز، وهل أشاهد الكرة؟ بالطبع نعم. الحرفية هي ألا تشاهدها. قل لي لا تشاهدها، سأذهب لأشاهدها. أكره الحرفية. حسنا الان حين تزوجت ليزا هل انقطعت علاقتي بالنساء هل تمزح انا اراهن دائما حين احجز في الفندق اراهن يجلسن بجانبي في الطائره لكني اتعامل معهن بطريقه لائقه ليس كما كنت عاذبا اشاهدها اتحدث معها لاخذ رقمها لم اعد افعل ذلك وانا سعيد بان هذه الايام مرت هكذا يجب ان يسلك المؤمن في العالم نحن في العالم وهو يحيط بنا دعونا نكرز للناس لنذهب اليهم ولكن لا نكون من العالم دعونا ننقل شيئا اكثر جاذبيه لهؤلاء الضالين المستعبدين لاجسادهم انتم معي قبل ان ندخل في علاقه مع يسوع كنا من العالم وكان يحبنا كان طبيعيا ان نعيش مساقين بشهوه الجسد وشهوه العيون والمناصب والصيت الان لم نعد من هذا العالم بل ملك لله والان القداسه تعني اكثر ينبغي للقداسه ان تعني اكثر لا تعني فقط أن تتكرس له سأقول تعريف القداسة الثاني النقاء والعصمة والاستقامة هذا ما يخيف الناس النقاء والعصمة والاستقامة سأتعمق في هذا الأمر لاحقا كورنثوس الثانية سبعة واحد لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح يقول نطهر ذواتنا لم يقل دم يسوع سيطهركم بل لنطهر ذواتنا حسنا، أثبت العهد القديم عجزنا عن طاعة الله، ليس لدينا القدرة في ذواتنا لنطيع الله، لسنا في العهد القديم بل في النعمة. يقول بولس في أفسس أربعة: إن كنتم قد سمعتموه وعُلمتم فيه كما هو حق في يسوع أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور و تتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا الانسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسه الحق في العهد الجديد لنا طبيعه جديده هذه الطبيعه على صوره يسوع المسيح وهي تعطينا القدره لنختار ان نطيع الله العالم لا يختار الجسد يسيطر عليهم لكن المؤمن يختار لازلنا نعيش في الجسد لكن لدينا طبيعه جديده فينا سنقرر ما اذا كنا سنخضع لها ام سنخضع للجسد لهذا المؤمن لديه الخيار اما العالم فلا لا تنظر الى خاطئ وتتضايق من تصرفاته واسلوب حياته هذا امر طبيعي ان يخطئ وبعضهم خيرون هذه طبيعتهم يقولون نريد ان نكون صالحين الصلاح في نظر الله ثياب باليه من ذواتهم لكن الله صيرنا صالحين في نظره، أي لم يجعلنا عروسه فقط بل مكننا من أن نعيش كعروس له. أنتم معي؟ أتفهمون؟ اسمعوا هذا، هذا سيسهل الانتقال للمحاضرة التالية. هناك تخبط كثير في أمر القداسة في الكنيسة، والسبب هو العهد الجديد يتحدث عن وجهين للقداسة، وجهين. الأول مركزنا في المسيح. في أفسس الأصحاح الأول أفسس واحد يقول كما أحبنا في المسيح قبل تأسيس العالم واختارنا لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في مركزنا في المسيح نحن قديسون في نظر الله ولا يمكن أن نصبح أقدس حسنا مركزنا في المسيح لكن من هذا المركز يأتي السلوك يتحدث العهد الجديد عن سلوكنا عندما تزوجت ليزا اصبحت زوجتي وهذا لا يتغير كل يوم بحسب سلوكها لكن حين اصبحت زوجتي تطلب هذا سلوكا هي لا تغازل الرجال اتتابعون حسنا العهد الجديد وهذه مشكله يقع فيها كثيرون لا يتحدث عن مركز القداسه فالعمل لا يجلب استحقاقا او قداسه اكثر، ثم يتحدث عن السلوك الذي يجب ان يتبع مركزنا. أتتابعون؟ تحدث بطرس عنه. سأختم بهذا وسندخل فيه في المره التاليه. عيشوا كأولاد الله المطيعين. لا تشاكلوا شهواتكم. السابقه لتشبعوا اهواءكم كنتم جاهلين بل كونوا قدسين في كل عمل هنا لا يتحدث عن مركزك بل عن سلوكك نظير القدوس الذي دعاكم لانه مكتوب كونوا قدسين لاني انا قدوس وتذكروا ان اباكم السماوي الذي تصلون له لا يحابي سيحكم او يكافئ حسب اعمالكم وليس الهويه الهويه هي المركز الاعمال هي السلوك التابع للمركز هذا سيجعلكم تحبطون كثيرا لذا من الافضل ان تحضروا المحاضره القادمه